بديت بالموضوع الإغاثي من بعد ما شاهدت أكو إغاثة وصلت على مواقع التواصل الاجتماعي عن أكو ناس دا تغرق ويريدون أحد ينقذهم. دورنا عن حل، لقينا أنه ممكن إغاثة هؤلاء الناس عبر الاتصال بخفر السواحل. اللاجئين اللي تواصلوا على الفيسبوك ويانا أعطونا موقعهم عبر تطبيق الواتساب. تواصلنا مع خفر السواحل التركي، بالفعل طلع الخفر ونقذهم. أني انصدمت بهاللحظة من نقذهم الخفر، وأنه عبر الإحداثيات اللي انطيتها إلهم، والاتصال كان دولي، يعني أنه إحنا تواصلنا مع اللاجئين عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لكن إحنا الاتصال بالخفر التركي كان دولي. وهنا أنا وقفت أمام مشكلة، أنه أكو حالات أكثر تتصير، وأنه التمويل صار يعني صعب علي بصراحة. قمت أخذ من البرج، يعني أنه على التمويل مال البرج الخاص مالتي، أنه قمت أعطيه على أرصدة الصرف لإغاثة اللاجئ. نشكر الأخوة خلدون الصعب. صباح الخير خلدون. عبرنا السلمية الإقليمية. سامواس اليونانية كلها فرحانة وصلت بالسلامة. تحياتي للجميع.